قطاع الناشئين مسؤولية كبيرة طبعا، وانت بتتكلم على سن يمكن خطير يعني، بس انت كنت لحد من فترة قريبة جدا مع قطاع الناشئين. قول لي اللي انت شفته كابتن بعينك جوه داخل القطاع، ايه اللي الاولاد يعني المفروض يعني يعتمدوا عليه الفترة الجاية؟ احنا بنتكلم عن مستقبل، بنتكلم عن الناشئين، بنتكلم عن مستقبل ولاد النادي الاهلي. القطاع واقف فين؟ محتاج ايه ابناء النادي الاهلي؟ محتاجين ايه من وجهة نظر؟ لا احنا يعني عندنا في النادي الاهلي عندنا قطاع على اعلى مستوى ما شاء الله يعني. لحد انا كنت شغال السنه اللي فاتت، انا السنه دي مش يعني ما كنتش متواجد او ده انا لسه راجع، لكن لحد السنه اللي فاتت عندنا قطاع، عندنا لعيبه كويسه جدا، عندنا لعيبه طلعت اصلا اوريدي في الفريق الاول مواليد 2001 ومواليد 99، في لعيبه موجوده في الفريق الاول، فعندنا قطاع كويس يعني، عندنا قطاع مبشر يقدروا يلعبوا ويقدروا يكملوا مسيره اللعيبه اللي موجوده في النادي يعني. يعني هم شغالين كويس اعتقد، وجايبين السنه دي مدير فني اجنبي فشغال معاهم بشكل كويس. مطمن يعني يعني انا بالنتائج اللي القطاع عاملها وبالشكل اللي القطاع عامله، لا يعني ان شاء الله في تقدم في قطاع الناشئين يعني. اكيد في تقدم في قطاع الناشئين، وده كان ملف مهم جدا جدا، مجلس اداره الكابتن محمود الخطيب كان اشتغل بشكل احترافي فيه، مدير فني اجنبي عنده خبرات كبيره جدا، خالد بيبو ماسك رئيس القطاع بيعمل شغل اكتر من رائع. وزي ما انت بتقول يا فاروق ان ظهرت الكلام ده بدري شويه، عندنا لعيبه على مستوى عالي جدا، عربي بدري راح اعاره، عندنا حمزه حارس مرمى، في لعيبه وشادي اعاره، كل دول مواليد 2001، فان شاء الله احنا مطمنين على قطاع النادي الاهلي بشكل كبير جدا، اللي هو نواه المستقبل. دايما جماهير النادي الاهلي بتحب لعيبه النادي الاهلي تكون من ولاد النادي طبعا، غير المحترفين.